الشرك بالله أيها الإخوة لو لم يكن فيه شرع لكان من المنطق والعقل والفطرة السليمة أن لا يسوى المخلوق بالخالق. يا لله العجب، حينما يقبل بعض الناس على القبور أو على الموتى أو على أحد يدعونه من الأولياء أو الصالحين يسألونه من دون الله أين الله؟ حينما تجعل المخلوق أهم عندك من الخالق، حينما تقبل على حوائجك بقضاء الحوائج وشفاء المرضى إلى غير الله عز وجل، أو حينما يقبل بعض ضعاف الإيمان على السحرة والكهنة والمشعوذين والعرافين يريدون الشفاء، أين الله الذي قالوا إذا مرضت فهو يشفي؟ إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإذا اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هكذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة ممثلة في شخص ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنه. إذا سألت فاسأل من؟ فاسأل الله.